نروح دلوقتي معاكم نشوف الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت. بوابة أخبار اليوم، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة النجوم اليوم. إكرامي وأزارو جاهزان لمواجهة النجوم في الدوري. الشروق حسام عاشور خارج حسابات المباراة. فيتو محمد يوسف يتحدث عن مواجهة النجوم ورسائله للاعبين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فتح الحجز الإلكتروني للتذاكر مباراة الأهلي والنجوم. الوفد عبد الحفيظ وعدلي في أثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل. البوابة محمد الشناوي يطير رفقة الأهلي لأثيوبيا.